بعد رمضان عام 2020 مباشرة وجه خليفة مجرمي تنظيم داعش الإرهابي رسالة إلى أتباعه في العالم وفي العراق. في العراق خصهم بثلاث نقاط رئيسية، طلب منهم أولا تفجير حقول ومصافي النفط أينما وجدت، وبالفعل نجحوا في تدمير مصفى الصينية في قضاء بيجي التابع لصلاح الدين، وأيضا طلب منهم تدمير المحطات الكهربائية وأبراج الناقلة للطاقة، وبالفعل أيضا نجحوا في تدمير محطة كهرباء في الحي العسكري في بعقوبة، وأيضا طلب منهم تحرير السجون المساجين في سجون العراق من أتباعهم. للأسف الحكومة أو الدولة العراقية إذن من طين وإذن من عجين، لا يسمعون ولا يتخذون أي إجراءات. وكان خلال الأسبوعين الماضيين هناك معلومات قوية بأن تنظيم داعش يحاول الهجوم على السجون، لكن تم تدارك الأمر. هذا من ناحية تنظيم داعش. أيضا التقت مصالح الفاسدين والميليشيات في تدمير الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية. البرج الواحد يكلف الدولة 85 مليون دينار، بينما البرج كل إنشاء لا يكلف المقاول الفاسد والميليشيا التي تتبعه أكثر من 15 مليون. تصوري جنابك في يوم واحد تم تدمير 73 برج في كافة محافظات العراق لأسباب كثيرة، السبب مادي فاسد وسبب تنظيم داعشي هو دكتور أعياد نعم. للبلد. ما هي الرسائل التي يريد تنظيم داعش إيصالها عبر استهدافه وعبر هذه الأعمال التخريبية التي يقوم بها؟ هو لا يملك أي رسالة بقدر ما هو تدمير للبنية التحتية العراقية. داعش تنظيم إرهابي، شركة تدمير محدودة وأيضا بندقية للأجار، الغرض منها هو الحاق الضرر في البنى التحتية، وبالتالي يدفع الثمن كثيرا هو المواطن العراقي، خصوصا الأبراج التي دمرت في الليلة الماضية أدت إلى انقطاع تام بالتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين برمتها. انقطاع التيار الكهربائي يعني معناه انقطاع للماء عن نتحدث عن مدينة تكليف وسامراء. نريد أن نتحدث عن موقف الحكومة العراقية، ما موقفها من هذه الأعمال التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي؟ والحكومة العراقية كل ما تستطيع القيام به هو يجب الاستنكار، لأن منذ التهديد لتنظيم مجرمي داعش كان منذ بداية عام 2020، لكن التدابير لحماية هذه الأبراج وأحباط مخططات تنظيم داعش لم تأتي كلها. قلنا لنعمل كما عمل الإنجليز بدايات القرن 19. حتى الأمريكان عند احتلالهم للعراق أبراج الطاقة سلموها إلى العشائر مقابل مبالغ مادية تدفع كرواتب لأبناء العشائر الذين يحافظون عليها. الآن أبناء العشائر وبعض المقاولين والفاسدين هم الذين يقومون بتدميرها. نعم، كنت معي من أربيل دكتور أعياد الطوفان خبير أمني وعسكري، شكرا على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها.